أهلا بيكم في معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. بنرحب بحضراتكم وبنقدم لحضرتكم دور معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بالتعاون مع المعاهد البحثية في قطاع الزراعة وحل مشكلات الزراعة في مصر، وده بيكون بالتعاون ما بين معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية وليه عدة أهداف واستراتيجيات، بحيث إن احنا نتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات المصرية بحيث إن احنا ننتج ونحل مشكلات الزراعة المصرية. اتنشأ 1990 وكان اسمه المعمل القومي للهندسة الوراثية، وده كان بفند من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليو إن جي بي، وسنة 1992 بقى معهد للهندسة الوراثية الزراعية تابع لمركز البحوث الزراعية. ومعهد بحوث الهندسة الوراثية يعتبر أحدث معاهد مركز البحوث الزراعية، وهو معهد متخصص في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. المعهد ليه أهداف كتيرة جدا، يمكن من ضمن هذه الأهداف هي استنباط سلالات وأصناف وهجن جديدة مقاومة للظروف البيئية الغير ملائمة، زي ندرة المية وزي الحرارة وزي الملوحة، بالإضافة لإنتاج نباتات مقاومة للأمراض، مقاومة سواء للأمراض الحشرية أو الفطرية أو الفيروسية. الحاجة الثانية من أهداف المعهد وهو بيقوم بعملية تطويع نقل التكنولوجيا من الخارج للداخل، كما انه بيقوم ايضا بحل المشكلات الزراعيه اللي هي مع ودي مع المعاهد البحثيه المعنيه، بحيث ان احنا نقدر نشارك مع بعض في حل المشكلات الزراعيه للتنميه الزراعيه المستدامه لقطاع الزراعه. حاجه تانية من الاهداف الرئيسيه بتاعه المعهد اللي بيقوم بيها، يمكن هدف رئيسي وهو ان احنا المركبات الحيويه، ودي ان احنا نساهم مع المعاهد البحثيه المعنيه والجامعات ان احنا نعمل مكافحه حيويه للافات باستخدام تكنولوجيا البيولوجيا الجزيئيه، بحيث ان احنا نقلل استخدام المبيدات الكيماويه. المعهد تنظيمه بيحتوي المعهد على 6 أقسام بحثيه معنيه. هذه الأقسام إحنا هنشوفها مع بعض لما نزور المعامل دلوقتي. يمكن الأقسام دي كلها بتخدم زي ما قلت لحضراتكم، بتخدم الزراعة وبتحل المشاكل الزراعية مع المعاهد البحثية المختلفة جوه نطاق وزارة الزراعة وجوه الجامعات المصرية. ويمكن حضراتكم من الأقسام المعنية اللي إحنا هنشوفها، عندنا مثلا من أقسام زي قسم البيولوجيا الجزيئية، قسم التحول الوراثي للنباتات، قسم كيمياء الأحماض النووية، قسم الميكروبيا للبيولوجيا الجزيئية وهكذا. إحنا يمكن المعهد زي ما قلت لحضراتكم ليه أهداف، من الحاجات والتجارب والتطبيقات اللي طلعت من التكنولوجيا الحيوية، عندنا بعض تجارب تمت في الحقول المصرية زي البطاطس، ودي كانت مقاومة لفرش الدرانات البطاطس، ودي كانت بتسبب دمج للمحصول البطاطس بنسبة من 20-30%، فبنقدر ننقل لها الجين اللي هو المقاوم بحيث ان هو يقدر يطلع لنا نباتات مقاومة لفراش الدرانات البطاطس، وده تم في الحقول المصرية اللي هي هنا، وبعد كده بنجري لها اختبارات الأمان الحيوي علشان تبقى سيفتي للإنسان وللبيئة وللحيوان. هي طبعا ما كانت مصر متقدمة في البحث العلمي بالمعاهد البحثية المعنية والجامعات المصرية، وده حتى الرينك بتاع مركز البحوث الزراعية نلاقي في 2020 و2021 بالقيادة الحكيمة ابتدى الرينك بتاع البحوث التطبيقية ياخد رينك عالي منافس للجامعات العالمية. ومش بس كده، هنلاقي حتى في مركز البحوث الزراعي كتير من المعاهد والمعامل البحثية بياخدوا اعتماد الايزو عشان نواكب التطور العلمي في المعاهد والجامعات البحثية. واحنا يمكن هنا مقدمين برضو لاعتماد الايزو للكشف عن النباتات المهندسة وراثيا، وان شاء الله يمكن في خلال
15 يوم ناخد اعتماد المعامل للكشف عن النباتات المهندسة الوراثية. ودي من احد الخدمات اللي بيقوم بيها معهد بحوث الهندسة الوراثية، انه بيتم الكشف على نباتات المهندسة الوراثية، وده بنخدم فيها الجمهور علشان ياخد شهادة من هنا انها خالية من الجي ام او. مش بس كده، نحن بنساعد مربي النبات ايضا ان احنا بنعمل بصمة وراثية عشان يحافظ على حقوق مربي النبات في الصنف اللي هو بيطلعه. دور المعهد برضو ايضا في الخدمات اللي بيقدمها للمعاهد والجامعات المصرية، فاحنا بنقوم بعملية تدريب للجامعات المصرية لطلاب الجامعات والمعاهد البحثية، بحيث ان احنا بيبقى في عندنا تدريب في فترة الصيف، وده بنتعاون فيها مع الجامعات المصرية، بحيث ان احنا بتبقى الدورات التدريبية اما شورت تيرم او لونج تيرم، تبقى لمدة اسبوع او لاسبوعين، وبيبقى فيها طلبة الجامعات المصرية على مستوى كل الجامعات من أسوان لغاية إسكندرية. مش بس كده، الجامعات الحكومية والجامعات أصلا والجامعات الخاصة أيضا اللي هي كليات البايوتكنولوجي، بنقدم لهم دورات تدريبية بحيث أنهم يتعرفوا على أحدث التكنولوجيا الحيوية الحديثة. ومش بس كده، بيخشوا المعامل كمان بيشتغلوا فيها، مش بتبقى نظري، بتبقى عملي أيضا. وفي دورات على لونج تيرم بتبقى تقريبا لمدة من شهر بتوصل لست شهور بيتدرب في الجامعات. مش بس كده، احنا بنتعاون ايضا مع الجامعات غير البحث العلمي في مشاريع التخرج اللي بتقوم بيها طلبة الجامعات. بيجوا يقضوا مشاريع التخرج في المعهد هنا عشان الامكانيات بتاعته والكفاءة بتاعت اعضاء هيئة التدريس واعضاء هيئة البحوث. بنتعاون معاهم بحيث ان احنا والجامعة بنقدم جملة مفيدة للبحث العلمي، بحيث ان يبقى في كفاءة خارجة من الجامعات على مستوى علمي عالي بيتدرب هنا وبياخد النظري في الجامعة، بحيث ان احنا بنقدم مشاريع التخرج بتخدم الزراعة المصرية وحل مشاكل الزراعة المصرية. ودي بتتقام على التو سمستر اللي على مدار الترمين، الترم الاولاني والترم الثاني. والطالب بيقدم في الجامعة، بيقدم قصاد اعضاء التدريس وقصاد الصف من هيئة البحوث، بيقدم الرسالة بتاعته أو بتتناقش قصاد على مستوى عالي. مش بس كده، وإحنا أيضا كمان في من ناحية التدريب، مش تدريب على مستوى المحلي، بيبقى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي. وبنتعاون كمان مع بعض المنظمات العلمية زي الإيكاردا وزي الآي سي جيب وزي الآيسا وزي منظمة الشرق الأوسط، دي كلها بنتعاون مع بعض بحيث ان احنا بنقوم بدورات تدريبية بتبقى على كفاءة عالية على مستوى الإقليمي في أفريقيا وعلى مستوى الدولي. ودي طبعا بتبقى تقريبا مدة الدورة دي بتوصل تقريبا 15 يوم. والاستراتيجية بتاعت المعهد زي ما قلنا ان احنا المعهد استراتيجيته واضحة، وضمن استراتيجيات مركز البحوث الزراعية ان احنا بنتعاون معاهد بحثية مع بعض وجامعات، ان احنا بنستنبط او بنطور سلالات واصناف اقتصادية بتبقى ليها اهمية اقتصادية للبلد وليها استراتيجية مهمة للبلد، بحيث انها تبقى مقاومة للظروف البيئية الغير ملائمة. زي ما قلت لحضراتكم في الاول، زي احنا عندنا داخلين على مشكلة ندرة المية والحرارة والملوحة، فاحنا بنساعد كلنا ان احنا نقدر نطلع منتجات تبقى مقاومة لهذه الظروف البيئية الغير ملائمة. مش بس كده، تبقى مقاومة كمان للأفات وللأمراض والأمراض الفطرية والحشرية والأمراض الفيروسية، بحيث أن يكون منتج آمن وخالي من حافظ على سلامة البيئة، سواء إذا كان بيدخل له بعض الجينات أو بطرق التربية الجزيئية الحديثة. الغرض الاساسي من المكافحه الحيويه هو تقليل استخدام المبيدات الكيميائيه اللي مشكله كبيره اللي احنا بنعاني منها جوه بلدنا. الجزء الثاني من شغل المعمل هو استخدام بعض الكائنات عندنا لانتاج اكتيف انجريدينتس او يعني بعض المركبات المهمه لاستخدامها كانتي بكتيريال ايجنتس او مضادات بكتيريه بدل المضادات البكتيريه المصنعه الكيميائيه، ودي بتشكل خطوره. وبرضه بنفكر ان احنا نستخدمها كبعض حوافز للبريزرفاتيفز للاغذيه بدل الحوافز الكيميائيه اللي بتستخدم للاستخدامات الاغذيه. المين تارجت او في شغل دلوقتي بنشتغله حاليا في المعمل ان احنا
بندور على الكائنات او بعض المركبات او بعض النباتات نستهلك بنستخلص من الورق بتاعها مواد فعاله للقضاء على بعض انواع الحشرات برضو لاستخدامها للمكافحه الحيويه. معظم الشغل عندنا احنا المعمل بتاعنا بيشتغل على انتاج كمي، يعني احنا بنتعامل مع كذا جهه بتستخدم مخمرات ذات ساعات كبيره عشان ننتج المواد بتاعتنا بانتاجات بكميات ضخمه. بنتعامل مع بعض الشركات البرايفت اللي بتساعدنا في او شركاء معنا في المنتجات الحيويه بتاعتنا. الاجهزه بتاعتنا الاجهزه الميكروبيولوجي او البايوتكنولوجي زي البي سي ار والبروتين، بنعمل بعض انواع الكلونينج باستخدام بعض الانزيمز اللي بنقدر نحدد الجينات المسؤوله عن الحاجات اللي احنا عايزينها جوه الكائنات بتاعتنا. ده كده معظم الجهات اللي احنا بنتعاون معاها. المجموعه من الافات كبيره بتقدر ان هي تصيب مجموعه من المحاصيل الحقليه كبيره، فاحنا المعمل بتاعنا بيختص بدراسه الفيروسات اللي هي بتقوم بعمليه المكافحه الحيويه لتلك الافات، وبالتالي ان احنا بنحاول نعمل نوع من المقاومه الحيويه للافات الزراعيه بدون استخدام المبيدات الكيميائيه اللي هي بطبيعه الحال بيبقى ليها تاثير سلبي على الانسان وعلى البيئه وعلى الانيمالز او الحيوانات اللي موجوده، وبالتالي يبقى ليها متبقيات موجوده في المحاصيل الحقليه تسبب مشاكل بالنسبه للصحه العامه بالنسبه للانسان. طبعا الفيروسات اللي هي خاصه بالافات ليها استخدام خاص بالمقاومه الحيويه، وفي نفس الوقت في جزء خاص بانتاج المستحضرات الطبيه. الفيروسات دي بتقوم بانتاج مجموعه كبيره من المستحضرات الطبيه استخدامها حاجه بيسمى الاكسبريشن سيستم او بروتين اكسبريشن سيستم او اللي هو التعبير عن البروتينات اللي هي بيبقى ممكن هي تخش في انتاج بعض المستحضرات الطبيه زي مثلا الفاكسينات زي الكواشف اللي احنا بنستخدمها في الكشف عن بعض الامراض اللي هي ممكن تصيب الانيمال او حتى تصيب الانسان، فهي ليها دور مزدوج في عمليه استخدامها سواء في انتاج البروتينات اللي هي بتستخدم في المستحضرات الطبيه او في استخدامها في المقاومه الحيويه. بالنسبه لنا في المعهد فاحنا خلال المشروعات اللي تم استخدامها في المعهد نوت من خلال التمويلات المختلفه سواء داخليا او خارجيا قدرنا ان احنا نعمل مجموعه او ان احنا نعزل مجموعه من العزلات الفيروسيه اللي بنقدر نستخدمها في مقاومه عدد من الافات في المحاصيل الحقليه. طبعا بنقدر نعمل لها توصيف كامل باستخدام التكنولوجيا الحيويه، والفيروسات ديت بتقدر تشتغل على مجموعه من الافات زي دوده القطن مثلا او دوده الارضه اللي هي خاصه بمجموعه كبيره من المحاصيل الحقليه زي دوده البطاطس. في مجموعه كبيره من الفيروسات قدرنا ان احنا نعزلها من الهوست بتاعها او العائل بتاعها، وقدرنا نعملها توصيف هنا في المعهد باستخدام التكنولوجيا الحيويه، وقدرنا ان احنا نعمل نتائج بحيث ان احنا نقدر نستخدم الفيروسات دهيت في المستقبل القريب يعني في انتاج مستحضرات نقدر نستخدمها كمبيدات حيويه كبديل امن وفعال عن المبيدات الكيميائيه اللي هي طبعا في اوروبا حاليا دلوقتي اعتمادهم كلهم على المبيدات اللي هي الحيويه زي مجموعه الفيروسات ديت، وبدا ان هم يتخلوا تماما عن المبيدات الكيميائيه اللي هي بتسبب زي ما احنا قلنا مجموعه من الملوثات والضرر بالنسبه للصحه العامه والبيئه. فنتمنى ان هو المعمل والمعهد طبعا يساهم في الجزئيه ديت في المستقبل القريب يعني ان شاء الله. احنا عندنا مشروع ان احنا بنحاول ننتج تقاوي خاليه من الفيروس للبطاطس، وبقالنا 2 سيزون بننتج عن طريق زراعه الانسجه. انا في المعمل عندي معمل جي تي ال جين ترانسفير لاب، في مشروع الانتاج تقاوي انتاج تقاوي بطاطس خاليه من الفيروس، فاحنا بننتج عن طريق زراعه الانسجه وبنعمل سب كالتشرنج او بنكتر النباتات ان فيترو يعني في المعمل لغايه ما بنوصل العدد المطلوب مننا، وبعد كده بنرجع ننزلها في الصوب بتقعد حوالي 100 يوم من 100 ل 120 يوم لغايه ما بتنتج الدرنه بتاعتي، والدرنه بتاعتي ديت بننزلها للسيزون الثاني في صوب محكمه كنترولد اللي بيها انها ما تنقلش اي فيروسات، فبالتالي احافظ على الدرنه بتاعتي خاليه من الفيروسات. وبننزل بعد كده برضو كل ما بننتج حاجه خاليه من الفيروس جوه النبات جوه المعمل بننزلها في الصوبه، وبنعمل احنا لغايه دلوقتي معديين 3 سيزون. الجينوم هو بنقول كلمه جينوم بتطلق على الماده الوراثيه او اجمالي الماده الوراثيه اللي موجوده داخل اي كائن حي نبات حيوان بكتيريا فيروس. اجمالي الدي ان ايه اللي موجود جواه او الماده الوراثيه بيطلق عليها كلمه جينوم. الجينوم هو بحر واسع جدا جدا من العلوم، التطبيقات بتاعته بتنعكس على شتى مناحي الحياه من اول القطاع الزراعي والصحي والطبي. احنا عندنا في معهد بحوث الهندسه الوراثيه في قسم بحوث الجينوم
ورسم الخرائط الوراثية. احنا بنهتم بتضييقات البصمة الوراثية عشان نفيد بيها القطاع الزراعي في صور مختلفة، منها اولا عمل البصمة الوراثية وحماية حقوق الملكية الفكرية للعديد من الأصناف النباتية والحيوانية اللي هي بتمثل ثروة للبلد وللمزارعين. تاني حاجة بالنسبة لنا احنا من التطبيقات اللي بنستخدمها عندنا في المعمل المشاركة في بعض المشروعات القومية، ومنها حماية النباتات الطبية اللي موجودة في مصر وتحديدا البرية منها، وده كان من خلال مشاريع قومية مولتها أكاديمية البحث العلمي كانت بتهدف لتوثيق النباتات الطبية دي من خلال أحدث تكنولوجيا موجودة في العالم حاليا، وهي تكنولوجيا DNA باركود أو الباركود للأحماض النووية. التكنولوجيا دي مكنتنا إن احنا نبقى على مصاف الدول اللي هي حمت والثروات الطبيعية بتاعتها باستخدام التكنولوجيا دي، وحافظت حقوق الانتفاع بتاعتها للبلد. كمان الشق الثاني التطبيقي فيما يخص المشروعات القومية اللي بيشارك فيها القسم عندنا وتحديدا المعمل اللي بتشرف برئاسته، ان احنا بنشارك فيما يعرف بالتربية الجزيئية الحديثة. التربية الجزيئية الحديثة هي عمل تحسين للمحاصيل الاستراتيجية من زي القمح والشعير والقرص بهدف مقاومة الإجهادات البيئية. طبعا احنا شايفين التغير المناخي على مستوى العالم، الإجهاد الحراري والملوحة والجفاف، كان من خلال التربية الجزيئية الحديثة قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نطور أصناف قمح متحملة للملوحة وغير مهندسة وراثيا، وقدرنا ننجح ان احنا الاصناف المصريه بتاعتنا ان هي تبقى متحمله لمستويات عاليه جدا من الملوحه، وتم تقييم الاصناف دي على مستوى مفتوح في الساحل الشمالي وفي مطروح، وفي نتائج واعده جدا جدا بالنسبه للاصناف دي، وان شاء الله ممكن تمثل نواه نقدر نعتمد عليها في استصلاح الاراضي الجديده وبمحاصيل استراتيجيه عشان خاطر نملك قطنا، وفي ظل تحديات كبيرة جدا للقطاع الزراعي الفترة الجاية منها جفاف وملوحة وحرارة. فإن شاء الله يعني ده بجانب عديد جدا كتير جدا من التطبيقات اللي تخص المعمل عندنا، منها الجزء اللي احنا من خلال الأدوات الحديثة بتاعت المعلوماتية الحيوية والبيوانفورماتكس احنا نجحنا ان احنا نشتغل على تطوير أكثر من 5 مركبات كعلاج لفيروس كورونا، وده كان بالتعاون مع مراكز بحثية داخل مصر وفي ألمانيا وفي أمريكا، والأبحاث دي حاليا منشورة في مجلات عالمية ذات ثقة وذات ثقل عالي، وإن شاء الله ممكن برضو تمثل نواة إن احنا نقدر نعمل لها إدخال في المستوى أو النطاق الصيدلي والدوائي، إن هي ممكن تمثل نواة الأدوية كعلاج لفيروس كورونا وليس لقاح أو مصر. فأتمنى ان احنا نقدر نفيد البلد بالعلم اللي احنا بنشتغل بيه والابحاث دي.